صباح الخير أعزائي المتابعين في تحليل فني الصباحي لشركة وينزر بروكر هيقدمه الكريم مجدي اليوم 3 سبتمبر 2019. هنتابع مع بعض مع الفيديو، هنتكلم عن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. أهم الأخبار اللي كانت ظهرت امبارح وكانت مؤثرة طبعا بشكل كبير على الأسواق، قرار وزارة التجارة الصينية أو تأكيدها على أن الصين تقدمت بشكوى بحق الولايات المتحدة الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق برسوم الواردات الأمريكية. طبعا واشنطن زي ما احنا عارفين فرضت رسوم بواقع 15% على مجموعة من المنتجات الصينية يوم الأحد الماضي، وشرعت بكين في فرض رسوم جديدة على النفط الخام الأمريكي في أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الجانبين. ما لم تفصح الصين عن تفاصيل دعواها، لكنها قالت ان الرسوم الامريكية بتشمل صادرات لها بقيمة 300 مليار دولار. طيب التصعيد ده من شأنه التأثير طبعا بشكل مباشر على الامريكي مقابل الين الياباني، الاثنين يعتبر من ملذات الامانة والاثنين يكونوا طبعا ضد شهية المخاطرة بالكامل، ولذلك تداولات عرضية للامريكي مقابل الين اختناق سعري بالكامل. هنتابع مع بعض الشارت علشان نعرف هو هيروح فين او هيعمل ايه خلال الفترة القادمة. زي ما حضراتكم شايفين مع تصعيد الحرب التجارية على مدار الاربع ايام اللي فاتت، في اختناق سعري للامريكي مقابل الين الياباني ما بين 186 وما بين 165، تداول عرضي بشكل كبير جدا جدا وتحركات ضعيفة، حتى المؤشرات مش مدية اشكال متناسقة. هل ده طبيعي في الفترة دي؟ طبعا ده طبيعي جدا جدا في حالة عدم الوضوح وتضبوية الاسواق في عملتين هما بيعتبروا ملذات امنة. طيب مين اللي يكون من شأنه المفروض يرتفع خلال الفترة القادمة بشكل اكبر؟ متوقع الين، لان هو الملاذ الامن الاهم من كمان الدولار الامريكي، ولذلك توقعات بمزيد من الانخفاض للالين هي اللي تكون اكتر توقعا، ولكن لازم خروج من 165 ده شرط اساسي علشان نقدر نشتغل على الامريكي مقابل الين الياباني. يبقى توقعاتنا ان تستمر التداولات العرضية والاختناق السعري طول ما هو ما بين 186 وما بين 165، ولكن بعض المؤشرات وطبعا دي اشارات مش حقيقية ومش قوية، لازم بكسر 165 هناخد التأكيد منها، ولكن EMA سلبي، السار سلبي، الستوكاستيك سلبي، مؤشر فلات ترند سلبي نجح في كسر المتوسطات السعرية، ولكن خلونا نقول ان كل ده ايضا في اطار بعض الحركات التصحيح البسيطة ما نقدرش ان هو يرتقي لان يكون ترند او اتجاه كامل، ولكن بكسر 165 هنتأكد من استمرار الاتجاه علشان يروح لل 115 وراها ال 174. مرة تانية الاتجاه الاكثر توقعا هو كسر ال 165 وراها ال 115 وراها ال 184 الاتجاه الاخر، وما نقدرش نقول ان هو مش متوقع لان احنا لسه في اطار اتجاهات محايدة، ولكن هيتحقق بكسر ال 186 وراها ال 137 واخر نقطة عند ال 187. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. بشكركم على حسن متابعتكم، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وكان معي كريم مجدي في تقديم الفيديو الصباحي لشركة وينزر بروكر اليوم 3 سبتمبر 2019. بشكركم اكيد اعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.